للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت ماريا سالم، محللة مالية في الشرق للأخبار. أحد أهم الأخبار اليوم التي تابعناها ماري، كان نتحدث عن 57 صفقة خاصة بالسوق السعودي بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ريال. لو تحدثينا أكثر عن هذه الصفقة وسياقها في ظل تداولات هذا اليوم. مساء الخير سحر، ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا يمكن ملفت جدا المبلغ او القيمه اللي عم نشهدها اليوم بالتداولات، وخاصه بالصفقات الخاصه بالسوق السعودي، ولكن انا بدي اجرب شوي اربطها بالخبر السابق يلي كان عبد الله شوي عم يذكره منذ قليل، يلي هو التدفقات الاجنبيه بقلب السوق وارتفاع نسبه الاستثمارات الاجنبيه بهذه الفتره. يعني الخبرين او الاثنين ترانزاكشنز اذا بدنا نقول شوي مرتبطين ببعض، خاصة أنه مؤخرا سمعنا أنه المستثمرين بهونغ كونغ حيكون عندهم فرص للاستثمار بالأسواق السعودية من خلال ETFs تم إطلاقها مؤخرا. وهذا الصندوق أو ETF اللي عم نحكي عنه حيكون عنده الأولوية أو حيكون عنده خاصية أنه يقدر يستثمر بالشركات الكبرى اللي موجودة بالسوق السعودي، منها أرامكو، منها الراشحي، STC، وهي يعني أكبر الشركات اللي شدنا عليها اليوم هذه الصفقات الخاصة. يعني عم نحكي نحن في عنا STC 120 مليون ريال، في عنا الراجحي 253 مليون، أرامكو 180 تقريبا، يعني كلها مبالغ كبيرة عم بتكون ضمن صفقات خاصة بيوم واحد، بحالة يمكن من بعد ما سمعنا أخبار عن زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودي. فهذا بالتالي من الأشياء اللي عم تخلق محفزات زيادة للمستثمرين الأجانب، لأنه مجرد ما يكون في عنا نحن صندوق بيحتوي على كل هذه الشركات العملاقة اللي موجودة بالسوق السعودي، عم بيخول المستثمرين الأجانب أنه يتملكوا أو يكون عندهم أكسس على هذه الشركات من خلال صندوق استثمار واحد موجود مثلا بالسوق أو موجود متاح للمستثمرين. فبالتالي اليوم الصفقات هذه الخاصة منا بس مجرد أنه تغيير ملكية أو أنه صفقات غير مدروسة، بالعكس هي جاية بوقت جدا مدروس، بوقت بيساعد السوق على هذه نوعية الصفقات، خاصة من بعد الارتفاعات اللي شدناها بالجلسات الأربعة الماضية. اليوم عم نشهد بعض جني الأرباح بالسوق، وهذا شيء جدا صحي بالطريق الصعودي للمؤشرات. يعني نحن اعتدنا أنه نشوف دايما ارتفاعات يمكن متتالية، وقت اللي بيجي في عنا تراجعات أو عمليات جني أرباح بتكون ضاغطة جدا على المؤشر. لا، اليوم اللي عم نشوف النسب جدا مقبولة، والتوقعات كانت أنه يكون في عملية جني أرباح، لأنه لحتى نقدر نستمر بالعملية الصعود المبنية على أساسيات ثابتة بالنسبة للشركات، وخاصة من بعد إعلان نتائج الربع الثالث، طبيعي أنه كنا نشوف هذه الحركة أو التراجع الطفيف اليوم بالمؤشر. فمن بعدها ممكن أنه نرجع نستكمل عملية الارتفاعات بدعم من الاستثمارات الأجنبية. مرحبا ماري، السؤال التقليدي دائما في الصفقات، لماذا لم تنفذ عبر منصة السوق؟ هذا من جهة، وأيضا كيف قرأت أسعار الصفقات التي أتت مرتفعة وإن كانت بهامش قليل بالنسبة للشركات القيادية؟ على سبيل المثال نتحدث عن سابك، سعر الصفقة التي نفذت اليوم ب 83 ريال حين كان السهم ب 82.70 هللة. عبد الله، وقت اللي بيكون في صفقات خاصة بتصير بقلب السوق بتكون عليها الاتفاق مسبق، يعني أسعارها مسبقة، والمستثمرين يعني ما بتكون كمياتها كبيرة. يعني مثل ما حكينا مليارين ريال هي قيمة هذه الصفقات اللي عم نحكي عنها اليوم، فبالتالي من الصعب إنك أنت تأثر على نفسية والأبتايت تبع المستثمرين المحليين اللي بيتداولوا بشكل يومي بقلب الأسواق. هيدي مثل ما بيسموها يعني بحسب تسميتها يعني صفقات خاصة في هدف معين من وراها، منه هو التداول اليومي اللي بنشهده بقلب الأسواق. فبالتالي تأثيره على السوق حيكون غير عادل إذا بدنا نقول إذا تمت عبر منصة السوق العادية اللي نحن بنعرفها. هذه صفقات معتادة إنها تنشاف بقلب الأسواق المالية، يعني منا أول مرة، ولكن الزخم يلي عم نشهده اليوم هو يلي كان ملفت. الكمية وكلها إنها تصير بنفس النهار، هذا هو الشيء الملفت. فليش نحن عم نرجح إنه يكون هذه بسبب الـ ETF يلي تم إنشاؤه؟ لا،
لأنه التيسير بهذه الوتيرة وبهذه الكمية يعني هي أشبه ب إذا بدنا نقول تعديلات اللي كنا نشهدها على الـ MSCI، بتصير كلها على نفس النهار وكله به كل الصناديق الاستثمار تدخل بهذه الشركات بنفس النهار. فهذه الاتفاقية أو هذه الصفقات متفق عليها سابقا على أسعار متفق عليها سابقا، فبالتالي بتصير خارج منصة السوق لحتى ما يكون في إلها تأثير على تداولات المستثمرين العاديين، وحتى كمان ما يكون في إلها خضة كبيرة بقلب السوق تأثر على نفسية المستثمرين بشكل عام. شكرا جزيلا لك ماريا سالم على مشاركتك وعلى هذه التفسيرات من خلال الحديث عن 57 صفقة خاصة بالسوق السعودي اليوم. شكرا ماريا.